ولمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية معي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد. بداية جو بايدن قدم مقترح حزمة إنفاق على البنية التحتية، هل تعتقد بأنه سوف يتم تمرير هذه الحزمة على الرغم من مواجهتها لمعارضة من الحزب الجمهوري؟ يعني بلا شك هي حزمة ضخمة جدا، ولكن هي على مدار 8 أعوام سوف يكون هناك صراع حقيقي لتمرير هذه الاتفاق، ولكن أعتقد سوف يقوم الديمقراطيين باستخدام مبدأ المصالحة، وبالتالي سوف يكون هناك تمرير لهذا الاتفاق الذي يضمن حقيقة هو أفضل أنواع التحفيز التي ممكن أن تقوم بها إدارة بايدن لتحفيز الاقتصاد بالشكل المطلوب دون عن حزم التحفيز السابقة، لأنها تهدف مباشرة إلى البنى التحتية، سوف تولد ملايين الفرص الجديدة في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي سوف يكون مردها أو إيجابيتها أكبر على الاقتصاد الأمريكي بقطاعات أو بقراءات جزئية. بالتالي حزمة التحفيز ممكن أن تسبب مع إطلاقها يعني تفعل قوة في الدولار الأمريكي، ويجب أن يكون ضعف في الدولار الأمريكي، لأنها سوف تفعل حقيقة التضخم بالاتجاه الصاعد، لأنه بالفترة الماضية كلها كنا عم نعاني من تضخم متراجع وضعيف، والآن بدأت أو سوف نبدأ نرى إشارات التضخم المتصاعد المرتفع الذي يؤثر على ارتفاع أسعار السلع إجمالا وانخفاض قوة الدولار الأمريكي لفترة ممتدة قد تمتد حتى ما بعد عام 2023. طيب بالنسبة للذهب، هل تعتقد بأنه سوف يستطيع الارتفاع خاصة بعد الانخفاضات التي شهدناها خلال الربع الأول من هذا العام؟ يعني فجر تقرير الوظائف الغير زراعية الأمريكي يعني بقراءته الإيجابية الكبيرة جدا، نوعا ما كان هناك بعض التراجعات ومن ثم عاد الذهب للارتفاع، هو دلالة على أنه المستثمرين يحاولون التحوط بالذهب حاليا ويبحثون عن ملاذات آمنة. صحيح. لأنه عم بيكون في عندي بحث عن الفاليو سيفر أو ما يحتفظ بالقيمة، بالتالي هناك طلب حقيقي على أسعار الذهب، على الذهب بالاتجاه الصاعد، ممكن أن يصل بالارتفاعات حتى مستويات 1780 إلى 1790 دولار، ووصلنا إلى تلك المستويات سيفتح المجال لمزيد من الارتفاعات فوق 2000 دولار للأونصة مرة ثانية، لأنه هذا هو المكان الحقيقي. نعود مجددا، التضخم والخوف من ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قوة الدولار الأمريكي هي العامل الرئيسي الذي سيدفع أسعار السلع وعلى رأسها الذهب للارتفاع. طيب بالنسبة للنفط أيضا، يعني أصبح يتداول في نطاقات نسبية محدودة، هل تتوقع له أيضا الارتفاع وتوقعاتك للنفط؟ يعني أعتقد نجحت أوبيك بلس بتحقيق استقرار النفط حتى على الرغم من زيادة المنتج، يعني أنه كان في عنا زيادة بالإنتاج ولكن هي طفيفة، تعتبر 250 ألف برميل التي سوف تعود السعودية إلى ضخها مجددا، وال 350 وصولا إلى 400 ألف، هذه أعتقد تحقق استقرار وتوازن، لا تعتبر زيادة وتقابل النمو متوقع في الطلب في الفترة القادمة، بالتالي قد تشهد أسعار النفط استقرار فوق مستويات 55 دولار للبرميل، وكحد أعظمي ممكن تكون عند 62 دولار للبرميل. أعتقد هو مستوى بتقلبات واضح جدا وبسيط بالنسبة للدبليو تي آي أو خام غرب تكساس. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك وشكرا لتواجدك معنا.